كان كلشي في امان الله. مرحبا بكم في قناه ديال ذا كيتشن. الا كنت اول مره كتشوفوا القناه ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك، صابوا لي سبسكرايب، تفعلوا الجرس باش يوصلكم مزيد من الوصفات. كنقول لكم ذكرى مولد نبوي سعيد ان شاء الله، تمام الخير والصحه والعافيه، كل هو جميل كنتمنوا لكم ولوليداتكم ولامهاتكم ولابائكم ولعائلاتكم الصغيره والكبيره. غنشوف معكم اليوم بداية تحضيرات رويدة ان شاء الله الرحمن الرحيم. غادي تشوفوا غير تستاب، وغادي كذلك نشارك معكم فكرة التمر على هاد الشكل هذا. كيتشرى بعض المرات غالي وكتكون عندها غالي، وحنا بسيطة أننا نصوبو، مع العلم أنني كون شاركت معكم فكرة التمر بشكل آخر لينا بالسؤال وبيء وشوكولا باش نخير، وكذلك باش وليداتي يقدروا أنهم يأكلوا. إذا بغيتو تشوفوا أسرار وأفكار بعض أفكار هذا اليوم، ما عليكم إلا أنكم تبعوا الفيديو حتى الأخير. كنقول لكم يلاه مع بعض نشوفوا شنو غنوجدوا هذا النهار لمائدة العيد إن شاء الله. التمر معمر إن شاء الله الرحمن الرحيم. فكما قلت لكم أنا سبق لي وشاركت معكم وصفات ديال التمر معمر، مانتنو اليوم غادي أو هذه المرة غنشارك معكم وصفات أخرى ديال هذا التمر هذا. فالتمر مجهول تقدروا انكم تشريوه بالحبه، يعني كتمشي عند السيد اللي كيبيع التمر وتقول له مثلا عطيني 20 حبه ولا مثلا 30 حبه ولا 10 الحبات ولا هذا، وهو تيعبر لك. يعني ماشي بالضروره انك تكون عندك كميه كبيره. هنا انا جبت تقريبا 21 حبه جبتها من الفريكو، لان بعض المرات ملي كيمشي شي واحد بحكم العمل للرشيديه فكيجيب لي التمر كيجيبوا لي ناقص الثمن. كناخذوا التمر اول حاجه كنديروا له كنمسحوه بزويف فيه الماء والزهر. اليوم غناخد انا عندي تقريبا هنايا 20 تمره، هاد 20 تمره هادي غادي نعمرها 4 ديال 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 النوبات على 5، يعني 20 هي 4 في 5، فغادي ندير 5 تمرات هما هادو معمرين كما شفتيهم بالكوز، غندير 5 تمرات معمرين باللوز فقط غير باش نخلف. وغادي ندير 5 ديال التمرات معمرين بالكوك مخلط بالكراميل، غنديروا حرابل. وغندير 5 ديال التمرات معمرين بهذا بالبسكوي عادي عادي اللي غادي نخلطو بشوكولاته الدهن، وغنديروا حتى هو حرابل وغادي نعمر به التمر هذا. تابعوا معايا بالنسبه لهاد الكوك اللي غادي نعمر به، فغادي ندوزو كومين واحد شويه في العافيه حتى غادي يتحمر، عاد غادي نعمر به هذا الشيء. غير بغيت نقول لكم باش تعرفوا، وديروا اي مقدار الكوك غير المقدار اللي غادي يكفيكم مثلا الكراميل اللي غادي تستعملوا، يعني ماشي بالضروره ديروا شي مقادير باش تكون عندكم. غتحطوا الكوك هو الاول وتبداو تزيدوا شويه شويه بالكراميل حتى انه حليب مركز محلى كراميل، حتى غادي تجمع لكم داك العقده الكراميل هذا ما كان. اذا بالنسبه ليا عمرت التمر ديالي، راني نسيت بانني خصني نسجل، فمشات لي اون بارتي ديال التمر اللي عمرته باللوز. هذا اللي باللوز غادي نخليه هكا لان كاين اللي ما يعجبوش الشكلاط، فغنخليه هكذا ما غاديش نغوبي في الشوكولا. وهاد الشيء اللي عمرته بالعماير الاخرين يعني ديال الكركاع انا انغوبيتو بلو شوكولا، وفي نفس الوقت درت له غابيل ديال انه راه فيه هذا فيه الدركاع من الفوق. بالنسبه اللي درت فيه هذاك البيسكوي، درت انا البيسكوي هذاك اوريو هو اللي قديتو. فهذا بالنسبه لهذا اللي فيه الجوز مع ماشي الجوز، فيه الكوك مع الكراميل او جوز الهند مع الكراميل، رانا خايده فيه. غادي حتى هو نذوقو بشويه ديال الكوك باش اللي بغى شي حاجه راه ياكلها يغط، لانه على محال هادو درتهم من قبل وليداتي الحق يقال انه هما اللي غادي ياكلوا باشتس. صافي غنستمر على هذا الشكل هذا. هذا يمكن غنزيدو واحد وحيده ولا جوج غير باش تعطي المناظر ديال العقيق ديال الحلوه شويه كازينه باش تجي مزيونه هكا. صافي ومن بعد غادي نديرهم في هذوك الكويرطات ديال الحلوه، ولكن نخليهم حتى ينشفوا مزيان باش ما الخبيز راه هو درتو بناه.
وبالنسبة للكيك راه عندنا واحد كيطيب وواحد ها هو هذا تشوفوا ان شاء الله الرحمن الرحيم نقدمو عاد غادي ان شاء الله يطيب وعاد غادي نشوفو باش غادي نزينوه ان شاء الله بس بشوفي ليا كيما شفتوا فانا حاولت انني نقاد على حسب اللي عندي موجود في الدار هنا غتشوفوا بانني قاديت الرغيفه كنسبق لي وشاركتها معكم هذا العام هذا درتها بلديه يعني درتها بنافع وزنجلان وكذلك بشويه اللوز فيكفي انكم تكون عندكم حفينه انا درت غير شويه ولكن كتجي معتبره من داك الشرفة غنخلي لكم الرابط ديالها اسفل الفيديو كذلك المقادير وغنخلي لكم غير هو الرابط ديال الفيديو اللي كنت شاركت معكم راه كتبقى في الفريكم من داك الشرفة ف كنت شاركت معكم ديال مايزينا هذا العام هذا بغيتها تجيني على السما ديال الشباكيات شهيت شباكيات بزاف سورتو انني في رمضان ما صوبتهاش كانت عندي فقط غير شويه كنبقى لي في الفريكو وما توفرليش الوقت انني نصوبها مع هذا الشيء ديال الكوفيد وهذا دونك كنتمنى لله سبحانه وتعالى ان ربي يهز علينا صوبت هادي وكذلك كان عندي الفقاس في الفريكو الناس اللي متبعيني كيعرفوا بانني بالعشقه ديال الفقاس فكنخليه دائما فريكو كومونديت الحلوه ديال التمر الحلوه التمر اللي هي دياريه زمانيه ديال زمان غتشوفوا معايا باقي التحضيرات ان شاء الله الرحمن الرحيم خصوصا انني خرجت التمر ديالي من الفريكو ها هو دابا جمد شتي كيجي رائع على مزيناتو غادي نديرو في الكوبيغطاس وغادي نحاول انني نستفو في انوط سيبو باش نشوفو المائده ان شاء الله الرحمن الرحيم ديال هاد العيد مولد النبوي او ذكرى المولد النبوي كيفاش غادي تجينا ان شاء الله غادي تشوفوا فحطيت الغطيرات ديالي ديال التمر اللي بقى لي ها هو دا غنحتفظ به ان شاء الله الرحمن الرحيم في المجمد ما غيطرى له حتى حاجه وفي نفس الوقت ها انتم كتشوفوا كيفاش درت لا بريزونطاسيون ديال التمر تقدروا انكم تبريزونطيو في ان اوتر سوبور على حسب كل واحد واشنو تيبغي انا اكتفيت به بحال هكا غنكتفي معكم اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم بهذا الشيء غنوريكم فقط مفاجاه ديال ونحط شويه الفاكهه ديال هذا ديال الغدا فان شاء الله الرحمن الرحيم كاينه واحد نتي نشوفوا شنو اللي حضرنا اليوم عرفتي باش تشوفوا كل شيء غتسلم عليا شويه نقاد الامور ديالي نحيد نزول هذا الشيء اللي خصني نزوله ها هو على هذا الشكل هنا ما نسيتش وليداتي درت لهم شويه لي شوكولا ميلكا شويه لي سوسيت شويه كرملو لان تيعجبهم فوالا على هذا الشكل هذا حاولت انني نقاد جزء من هاد الطاوله هذه الغدا غادي تشوفوا معايا غدا ان شاء الله الرحمن الرحيم الخبيزات اللي صوصها هما هادو
ما تمشيو فين كيفاش غندير لا بريزونطاسيون ان شاء الله ديال الطبيبه ديالي ديال العيد فغادي نضيف ليها النوض غدا ان شاء الله الرحمن الرحيم شويه بكري شوفوا الخبز تبارك الله كي كيطلع هذا الخبز هذا راه بحال الخبز العادي كنسبق لي وشاركته معكم فقط كندير له شويه البافو ماشي البافو عفوا شويه الزريعه من الفوق سوا ديال الكرعاس في الزريعه ديال نوار الشمس وهادو صوبناهم بهذا بالشوفان من الفوق نفس العجينه ديال الخبز العادي غير كان كنديروا له شويه الزيت في الاخر ديال العجنه باش كيجي هكا مفشفش كنت معكم اليوم قدمت لكم كما شفتوا هذا فكره التمر كذلك فكره تقديم هذه البلاطويات هادو هذا التمر ديالنا ها هو هذا غدا ان شاء الله عاد غنشارك معكم الطبله ديال العيد ديالي كيفاش جات وكيفاش غادي نقدمها بقى لي شويه الفاكهه دائما كتعرفوا بان الفاكهه انا كنحتفظ بها في المجمد ومن بعد عاد كنخرجها مره مره فما كاينلاش اننا كل مره نبقاو ناكلو بزاف راه شي غير 20 درهم ديال الفاكهه راه كتقدر انها تبقاي كل نهار تاخدي منها ملي كتكون شي مناسبه هكا كتلقاي ما تحطي كاين اللي ضد فكره المجمد انا بالنسبه لي المجمد هو حاجه زوينه داروها بزاف لان هذاك المجمد والفضل ديالو كتقدري انك تحتفظي بعديد اشياء والنهار اللي كيجيك مثلا تضيف على غفله كتلقاي ما تحطي له كانت هذه هي فكره اليوم كنتمنى انها تكون نالت الاعجاب ديالكم كنقول لكم ذكرى مولد نبوي سعيد ان شاء الله الرحمن الرحيم الصحيحه والسلامه والعافيه وكل حب كل تفاؤل ان شاء الله كل امل في الله عز وجل بانه غيكون غد افضل الى اللقاء احبتي.